للتطوير في مجال سلامه الطيران وقعت الاداره العامه للطيران المدني مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا مذكره تفاهم لتعزيز مستويات السلامه في مجال الطيران المدني بحضور رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ورئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي الكسندر دو جونياك نستكمل هذه الاجراءات في توقيع اتفاقيه مهمه عن تحقيق السلامه والامن داخل الرحلات الجويه اللي منطلقه من دوله الكويت من خلال تنظيم السلوكيات الغير قانونيه او الافعال لبعض المسافرين مما يسبب الى عرقله الرحلات ويسبب الى ازعاج المسافرين. هذه الخطوه متقدمه جدا تحسب الحقيقه لدوله الكويت وايضا محل تقدير من الآيات كذلك خلال زياره سعاده رئيس والوفد المرافق معه هناك ترتيب لندوة مهمة وورشة عمل لكل القائمين والعاملين في قطاع الطيران المدني من خلال شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية لتعزيز جوهر السلامة والتدقيق السلامة و التدقيق الفني لقطاع الطيران المدني. تهدف توقيع مذكره التفاهم الى توثيق التعاون وتوحيد الجهود من اجل تعزيز مستويات السلامه في مجال الطيران المدني وتبادل المعلومات والخبرات وافضل الممارسات في مجال سلامه الطيران. وقعنا مذكره تفاهم وتعاون بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي والاداره العامه للطيران المدني الكويتي. بهدف النهوض بمستويات السلامة في مجال الطيران المدني وتوطيد العلاقة الاستراتيجية والتي تؤكد نمو حركة الطيران في الكويت. وهذه الاتفاقية تعد الحجر الأساسي للعمل المستمر بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي والإدارة العامة للطيران المدني الكويتية. ودولة الكويت ما شاء الله تبارك الله سباقة في أن يتأكدوا أن الأمن والسلامة بما يعني المسافرين وما يعني الشركات الناقلة وكل الجهات العاملة في تفعيل صناعة الطيران تطبق أنظمة وقوانين والستاندرز العالمية فهذه الاتفاقية حتعطينا ثقة أكثر للعمل المستمر مع هذا الطيران المدني في دولة الكويت الشقيقة تأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص الإدارة العامة للطيران المدني للارتقاء بقطاع الطيران المدني والالتزام بتحسين سلامة الطيران في دولة الكويت مجال سلامة الطيران هي من أهداف توقيع هذه المذكرة من الطيران المدني يوسف صفر تلفزيون دولة الكويت